ما هي الأمانة يا أبي؟ هي كل حق يلزمك أداءه وحفظه، وهي ضد الخيانة، واسم لما يؤمن عليه الإنسان، وهي وضع كل شيء في مكانه المناسب، وهي أداء الحقوق والمحافظة عليها. وما هي صور الأمانة؟ يوجد صور عديدة للأمانة، منها النصيحة لمن استشارك، والقيام بعملك على وجه الأتم، ورد الحقوق إلى أهلها، وحفظ أسرار الناس، وستر عوراتهم، وكتمان أحاديث مجالسهم، والمحافظة على أسرار عملك، وتولي المسؤوليات والأعمال العامة. وهل النعمة التي نعيش فيها من الأمانة؟ نعم يا بني، وكل ما أنعم الله به علينا من مال وأولاد وصحة هي ودائع الله الغالية، ونحن مسؤولون عن رعايتها وتسخيرها في مرضات الله. وما هي مكانة الأمانة في الإسلام؟ للأمانة في الإسلام مكانة عظيمة جدا، وهي من صفات المرسلين والمؤمنين، وقد أثنى الله عز وجل على من حفظ الأمانة في القرآن الكريم حين قال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وكل من لا يؤدي أمانته يعد خائنا. وقد قال الله عز وجل في الخائنين: إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وقد نفى الرسول صلى الله عليه وسلم صفة الإيمان على الخائن، حيث قال: لا إيمان لمن لا أمان له، ولا دين لمن لا عهد له. هل تذكر لي موقفا من مواقف أمانة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان أهل مكة قبل الإسلام ينادون الرسول عليه الصلاة والسلام بالصادق الأمين، لما عرف عنهم من صدق الحديث وأداء الأمانة. ومن المواقف التي مر بها عليه الصلاة والسلام أن أهل مكة كانوا يحفظون أمانتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنهم يكفرون بدينه. عندما هاجر أمر ابن عمه علي ابن أبي طالب بإرجاع الأمانات إلى أهلها مع أنهم كانوا يؤذونهم.